أحدهم ينشط بالدرجة الثانية حالياً، وآخر بالكاد يحصل على مقعد في دور الأبطال بعد غياب لسنوات. وبين هذا وذاك فريق فاز بدور بلاده مرة واحدة فقط، لكنه تزعم أوروبا في مناسبتين. قناة ميتسبورت تعرض لكم 9 أندية لن تصدق أنها فازت بدور أبطال أوروبا، البطولة الأهم على مستوى الأندية، والتي انطلقت لأول مرة قبل 67 عاماً من الآن. النجم الأحمر الصربي، بطل صربيا وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب الدوري المحلي ببلاده، عادة ما يكون الحلقة الأضعف في أي مجموعة يتواجد بها بدور أبطال أوروبا على الأقل في 3 مرات تأهل خلالها للبطولة في ال4 سنوات الأخيرة، حيث أخفق الفريق في بلوغ دور المجموعات من الأساس منذ انطلاق مسمى البطولة الجديدة في 1993 وحتى نسخة 2018-2019 التي شهدت تأهلاً تاريخياً له. لكن المفاجأة بالنسبة للكثيرين هي أن ذلك الفريق كان طرفاً في نهائي أمجد البطولات الأوروبية عام 1991 بالمسمى القديم على ملعب سان نيكولا بمدينة باري الإيطالية، بل وخطف لقب المسابقة للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه، إذ واجه النجم الأحمر ممثل يوغسلافيا آنذاك نظيره مارسيليا في النهائي، وبعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي ابتسمت ركلات الترجيح له ليعلن نفسه بطلاً لأوروبا. ستيوا بوخارست، صحيح أن الفريق الروماني لا يعد اسماً كبيراً عندما يتعلق الأمر بدور أبطال أوروبا على صعيد الحضور والمشاركات وغيرها، لكنه امتلك جيلاً ذهبياً أواخر الثمانينيات أحرج كبار أوروبا، ففي نهائي عام 1986 كان الحلم في التتويج باللقب الأوروبي الأول هو القاسم المشترك بين فريق مدينة بوخارست ونظيره برشلونة طرفي المباراة النهائية في ذلك العام، وهو النهائي الأول في مسيرتهما والذي أقيم على الأراضي الإسبانية وتحديداً على ملعب سانشيز بيزخوان. ويبدو أن حرص الفريقين معاً بشدة على تحقيق اللقب الأول من ذات الأذنين كان سبباً في عدم نجاح أي منهما في الوصول لشباك الآخر، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي وتحسم الأمور بركلات الترجيح والتي شهدت إهدار لاعبي برشلونة أول 4 كرات، بينما سجل لاعب ستيوا بوخارست ركلتين ليتوج الفريق بلقبه الوحيد من دور الأبطال. لكن طموحه لم يتوقف هناك، حيث بلغ النهائي مرة أخرى بعد 3 سنوات عام 1989، لكنه هذه المرة اصطدم بالجيل التاريخي للميلان ليخسر بنتيجة 4-0 في النهائي الذي أقيم بالكامب نو. نوتنغهام فورست، الفريق الصاعد حديثاً إلى البريمير ليج بعد غياب ل23 عاماً، كان يمثل أحد القوى الكبرى في القارة العجوز أواخر 70ات القرن الماضي بالأخص، فبعد نجاحه عام 1978 في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه، نقل تألقه قارياً وفاز بدور أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، الأولى عام 1979 بالتغلب على مالمو السويدي بهدف نظيف في المباراة النهائية على ملعب ميونخ الأولمبي، ثم أكمل توهجه بحصد كأس السوبر الأوروبي على حساب برشلونة قبل أن يتوج بثاني ألقابه من ذات الأذنين بالعام التالي مباشرة بعدما فاز على هامبورغ في النهائي على ملعب سانتياغو برنابيو بهدف نظيف أيضا ليظفر بالبطولة للمرة الثانية تواليا. سيلتيك، أحد قطبي مدينة غلاسكو الإسكتلندية، كان على موعد مع المجد الأوروبي عام 1967 عندما بدد طموحات إنتر ميلان للظفر بلقبه الثالث من ذات الأذنين بعد عامي 1964 و65، حيث التقى الفريقان في النهائي على ملعب خوسي ألفالادي في مدينة لشبونة بالبرتغال، وأخذ نيراتزوري زمام المبادرة محرزاً هدف التقدم في وقت مبكر قبل أن يقلب سيلتيك الطاولة بإحرازه 2 في الشوط الثاني ليعلن تتويجه باللقب الأول والوحيد حتى الآن من دوري أبطال أوروبا، كما بات أول ناد بريطاني يحقق اللقب. لكن الأمر المميز في تتويج سيلتيك أيضاً أنه دخل اللقاء ب15 لاعباً كلهم من مدينة غلاسكو الإسكتلندية، وتحديداً نشأوا بمسافة لا تزيد عن 20 ميل عن ملعب سيلتيك بارك
وهو إنجاز صعب أن يتكرر على الإطلاق. فاينورد توج سيلتيك بنسخة عام 1967 لدوري أبطال أوروبا كما أشرنا، وكان يمني النفس بتكرار الإنجاز وإضافة اللقب الأوروبي الثاني إلى خزائنه عندما وصل للمباراة النهائية عام 1970، لكنه اصطدم بفاينورد الطامح للظفر بأولى الألقاب من ذات الأذنين، حيث تواجه كلا الفريقين على ملعب سان سيرو بميلانو، وافتتح الفريق الاسكتلندي النتيجة قبل أن يعدل نظيره الهولندي الكفة، واستمر التعادل الإيجابي حتى نهاية الدقائق التسعين، ليلجأ الفريقان إلى خوض شوطين إضافيين نجح خلالهما فاينورد في إحراز هدف الفوز والتتويج بلقبه الأول والوحيد حتى الآن من دوري الأبطال. آيندوفن ثاني أكثر الأندية نجاحاً في كرة القدم الهولندية بعد أياكس، ورغم أنه لا يصنف ضمن أصحاب الشأن الكبير في البطولات الأوروبية، إلا أن تتويجه بدوري أبطال أوروبا عام 1988 أضفى الكثير من التميز لتاريخه الممتد ل109 أعوام، حيث بلغ آيندوفن نهائي ذلك العام المقام بألمانيا على ملعب شتوتغارت المسمى حالياً مرسيدس بينز أرينا، ليضرب موعداً مع بنفيكا صاحب اللقبين حتى ذلك الوقت عامي 1961 و62، وأمام 70,000 متفرج لم يتمكن أي فريق من الوصول إلى الشباك ليحتكم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لآيندهوفن ب6-5، لينال لقبه الأول والوحيد في دوري أبطال أوروبا. أستون فيلا، ما رأيكم في مباراة تجمع أستون فيلا ببايرن ميونخ حالياً؟ لمن ستكون الغلبة؟ بالتأكيد النادي البافاري له الحظوظ الأكبر، لكن الأمر لم يكن كذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1982 على ملعب فاينورد بهولندا، حيث تواجه أستون فيلا الذي تزينت خزائنه ب18 لقباً محلياً آنذاك، من بينها 7 بطولات للدوري، وكان يحلم بأول ألقابه من دوري الأبطال مع بايرن ميونخ صاحب البطولات الثلاثة من ذات الأذنين في ذلك الوقت. وحينها نجح الفيلانز في كتابة التاريخ ومفاجأة العملاق البافاري من خلال الفوز بهدف نظيف، وضع الفريق الإنجليزي ضمن قائمة المتوجين بأمجد البطولات الأوروبية قبل أن يتواصل التألق بالحصول على كأس السوبر الأوروبي في نفس العام عقب التغلب على برشلونة. هامبورغ، معروف عن هامبورغ أنه ناد تاريخي، لكن اختفاءه من الساحة الأوروبية منذ فترة طويلة إلى جانب تراجعه محلياً عقب الهبوط إلى الدرجة الثانية عام 2018 لأول مرة بتاريخه، يجعلان من الصعب على الجيل الجديد تخيل أنه فاز بدور الأبطال يوماً ما، لكن هذا ما حدث عام 1983 الذي شهد تواجد هامبورغ ويوفنتوس في النهائي، ونجح النادي الألماني في إنهاء المباراة لصالحه بهدف نظيف ليتوج بلقبه الأول والوحيد من دوري الأبطال بعد أن خسر في النهائي قبلها بثلاث سنوات عام 1980 أمام نوتنغهام. مارسيليا في فرنسا، العداوة كبيرة بين نادي الجنوب مارسيليا وفريق العاصمة باريس سان جيرمان، ومن بين الأشياء التي يلجأ لها جمهور الأول لاستفزاز عشاق الثاني هو تذكيرهم دوماً بأن فريقهم هو النادي الفرنسي الوحيد الذي توج بدوري أبطال أوروبا في وقت يعجز فيه سان جيرمان عن ملامسة كأس تلك البطولة حتى الآن. وهنا يجب أن تعرف أن مارسيليا وبعد خسارته نهائي ذات الأذنين عام 1991 أمام النجم الأحمر، عاد عام 1993 ليبلغ النهائي ويتغلب على ميلان صاحب الألقاب الأربعة حينها بهدف نظيف خلال المباراة النهائية على الملعب الأولمبي بميونخ، ليظفر الفريق الفرنسي بلقبه الأول والوحيد من الأبطال.